كرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. كارك كما كتشوفوا معنا، هذا راه من الاينوكس ومغلف، في المقاييس ديالو في 21.2 سنتيم، متوفر بجوج لوينات اللي كتشوفوا معنا. صراحه الشكل ديالو غريب وراه من الاينوكس، ماشي فخار. وبالنسبه للثمن متابعينا الكرام، فهذا راه داير 70 درهم 1400 ريال بهذا الديزاين. هذا كاين ايضا معنا بنفس المبدا واحد الصينيه مستطيله، واحد البلاطو مستطيل فيه 33.3 في الطول على 18.2 سنتيم، حتى هو اينوكس ومغلف، متوفر ايضا بجلوينات اللي كتشوفوا معنا متابعينا الكرام. هادو فيهم هادو واحد الديكور في القنيت كما كتشوفوا معنا. وبالنسبه للثمن ايضا فدايرين 70 درهم 1400 ريال، وحتى هادوك الكاري راه فيهم داك الديكور في القنيت كما شفتوا معنا، جاي بحال الشكل ديالو البيضاء. كاين ايضا معنا متابعينا الافاضل واحد المقلات من الشركه ديال شيفس، 18 سنتيم في الديامتر ديالها، جايه بهذا الديزاين هذا، ماتير كويف، هي التصميم ديالها غريب شي شويه. بالنسبه للثمن فراه دايره 100 درهم 2000 ريال 20% من الشركه ديال شيفس، وجايه بهذا الشكل هذا. وكاين ايضا معنا من نفس الشركه متابعينا الكرام مقلات كريب كريبيير، ماتير الومنيوم، مصنوعه من الالومنيوم، مغلفه بالجرانيت، الشكل ديالها كيبان زوين. بالنسبه لهذه فيها 28 سنتيم في الديامتر ديالها، وبالنسبه للثمن فراه جابوها ب 90 درهم 1800 ريال متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا مقلات 20 سنتيم ايضا من نفس الشركه شيفس، 20 سنتيم، حتى هي الومنيوم وفيتمون اون غرانيت، 90 درهم ايضا بنفس الثمن 18%، وحتى هي الشكل ديالها كيبان زوين. الجرانيت صراحة راه زوين، خصو غير ميتخبش، يعني خصو غير المحاولة. كاين أيضا معنا مقلات أكبر 24 سنتيم، أيضا من نفس الشركة بنفس لاماتير، 100 درهم 20% أو 2000 ريال، هادي أكبر شي شوية. وكاين الكبيرة 28 سنتيم من نفس الشركة ونفس الديكور، نفس لاماتير، 110 درهم 2000 و200 ريال 28 سنتيم، هذه كبر منهم كاملين. وكما كتشوفوا معنا راه كيبانوا بشكل واضح. نتمنى من المتابقه لي ديال شيفس او المعن ديال شيفس كيكونوا زوينين، نتمنى انكم تشاركونا هذا الفيديو معكم. كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد المنتوج منتظر، العجانه كما كتشوفوا معنا، هاد المره جابوها من هوفمان بهاد اللوين هذا كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، بالبول ديالها كيهز 7 لتر، لي فيتاس اللي فيها حتى 10 ديال السرعات، كتجيب 3 ديال الكروشيات كما كتشوفوا معنا، هذا اللي معلق في العجانه. وكاين هاد الجوج هادو، البول ديالها كما قلنا كيهز 7 لتر، عنده واحد البروتيج باش ما يطلع لكمش العجين ويخرج من البول كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للبويسونس ديالها ف 1800 واط من هوفمان، جايه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن فهاد المرة جابوها متابعينا الكرام ب 900 درهم 18000 ريال، وجاية بهاد الديزاين هذا. المرجم كاين ايضا معنا متابعينا الكرام واحد الباتري او بطارية شحن باور بانك من شاومي، 10000 ملي امبير، كان داير 150 درهم، رجعو في هاد العرض هذا ب 130 درهم 2600 ريال. هذا كيصلح لكم مثلا للرحلات باش تشارجو مثلا الأجهزة ديالكم، سواء الكاميرا أو الهاتف. كاين أيضا معنا من نفس الشركة وهي أكبر، شاومي باور بانك 20000 ملي أمبير، هذا كان داير 300 درهم، رجعوه ب 200 درهم 4000 ريال كما كتشوفو معنا متابعينا الكرام. كاين أيضا معنا واحد الفرشاة كهربائية لي تنام الشعر، وواحد بروس دو ليساج من هيفر، هادو راه كانو ديابو عدة مرات، كانو دايرين 100 درهم، رجعوهم 70 درهم
1400 درهم. كان معنا هذا المفتاح ذاكرة وهذا الكلي اس بي 32 جيجا من كينغستون، كان داير 80 درهم، رجعهم ب 70 درهم 1400 درهم. وكان ايضا معنا هذا الحامل ديال الهاتف وهذا السيبور ديال الهاتف كما كتشوفوا معنا، جايب هذا الديزاين هذا ممكن تحطو فوق الهاتف وتستعملو حتى للسيلفي كما كتشوفو معنا في الصورة. هذا راه كندير 60 درهم، نرجعو ب 40 درهم 800 درهم. كيجي معاه واحد بحال تيليكوم من أجل التصوير كما كتشوفو معنا، متوفر عدة ألوان، اللون الأسود والأحمر والأبيض. كان ايضا معنا متابعنا الكرام على الحياقة للرجال من ابريلا، كان دايره 120 درهم رجعها ب 100 درهم 2000 ريال. كان هاد الفرشات ديال تنظيف الوجه والتدليك كان دايره 50 درهم رجعها ب 30 درهم 600 ريال، متوفرة بثلاثة دلوينات. وهذه من الشركة ديال ناتشورال، هذه كدير لكم مساج بالفيبراسيون. وكاين هاد المنظم ديال الاسلاك كما كتشوفو معنا متابعينا الكرام بهاد الشكل هذا، كندير 20 درهم رجعو 260 13 درهم. كاين ايضا معنا عمود رياضي او واحد لابار فيكس من نورث باسيفيك كتهز حتى 110 كيلو، فالطايف كتطول من 60 حتى 100 سنتيم. بالنسبة للثمن هذا راه كندير 70 درهم رجعوهم الى 50 درهم 1000 ريال. وكاين ايضا معنا جهاز تدليك او بيستولي دو ماساج من دايناميك، هادو صحاب السبور راه كيعرفو، راه معروف بزاف، كدير 250 درهم رجعوها في هاد العرض هذا ب 200 درهم 4000 ريال. متابعينا الكرام، وهذا هو اخر منتج معنا في هاد الجزء الاول من عروض بيم الوطنية ليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022. كما تابعتو معنا عروض متنوعة، نتمنى انها تكون عجبتكم. راه باقي الجزء الثاني، العرض راه مازال مكملش، وهاد العروض ان شاء الله غيكون ان شاء الله في جميع المحلات ديال بيم، اي محل حداكم غيكونوا فيه ان شاء الله، حيت عروض وطنية. نتمنى ان الشركة ديال بيم توفرهم في جميع المحلات. نتمنى ان هاد العروض يكونوا عجبوكم، تكونوا استفدتوا معنا، نكونوا قدمناهم بطريقة سهلة ومفيدة. لأول مرة يزورنا في القناة